السلام عليكم أعزائي الطلبة ورحمة الله وبركاته. شكرا عن طلاب وطالبات، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. طلاب وطالبات الغالين، نلتقي اليوم على الخير والبركة إن شاء الله في تصوير المحاضرة 6 الجزء الثاني. طلاب وطالبات الغالين، عين محاضرتنا اليوم إن شاء الله تتضمن شرح لموضوع من أهم المواضيع بالفصل الأول، وهو موضوع النسبة المئوية وطريقة حساب النسبة المئوية. نبتدئ بمحاضرتنا لهذا اليوم ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب وطالبات عيني، اليوم راح نتعلم موضوع وهو حساب النسبة المئوية للعناصر في المركبات. طلابنا الغالين اسمعني، عنوان محاضرتنا لهذا اليوم هو حساب النسبة المئوية للعناصر في المركبات. طلابنا الغالين عيني، اليوم احنا نعرف المركب يتكون من مجموعة من العناصر، يعني مثلا عندك هذا المركب NaCl، هذا الآن المركب يتكون من صوديوم ويتكون من كلور، تمام. أريد الآن نعرف إيش قد نسبة الصوديوم وإيش قد نسبة الكلور. حالياً الصوديوم إيش قد نسبته؟ 50%، 30%، 10%، 90%، وكذلك الكلور أريد نعرف النسبة مالته. فموضوع محاضرتنا لهذا اليوم يا طلابنا الغالين هو حساب النسبة المئوية للعناصر في المركبات. نعرف اليوم إحنا المركب يتكون من مجموعة من العناصر، أريد نعرف إنه اليوم هذا العنصر، كل عنصر داخل المركب إيش قد النسبة المئوية مالته. طبعا طلابنا الغالين عيني، على مود نحسب النسبة المئوية للعناصر بالمركبات عندنا قانون. القانون يقول عدد ذرات العنصر في الكتلة الذرية للعنصر على الكتلة المولية للمركب في 100%. طلابنا الغالين عيني، الآن هذا القانون بالوقت الحالي أنت كل شيء ما مفتهم من يمه. راح أشرح لك القانون وأوضح لك المادة كليتها بالسؤال التالي. اسمعني عيني طلابنا الغالين، أبلش وياك الآن أنا وياك بهذا المثال اللي هو مثال 12-1. طلابنا الغالين عيني، أختصر لك الكلام كليته. إذا افتهمت هذا المثال افتهمت المحاضرة مالت اليوم كلها. محاضرتنا اليوم إن شاء الله بيها 6 أسئلة، هذه 6 أسئلة كلهم إعادة واحد للآخر، التغيير تغيير أرقام فقط. تفهم وياي أول سؤال افتهمت المحاضرة كليتها. فرجاء يا طلاب وطالبات إيش قد ما تقدر تنتبه وتركز، انتبه وركز على شرح هذا السؤال. تعال وياي طلابنا الغالين يعني عندنا الآن مثال، وهو مثال 12-1. يقول السؤال أحسب النسبة المئوية لكل من الكربون والهيدروجين والأكسجين في مركب خلاط الايزوبنتين C7H14O2. هذه المادة هي مادة تفرزها حشرة النحل ومطيك الكتل الذرية بالسؤال. تعال طلابنا الغالين عيني، طلب السؤال شيريت يريد النسبة المئوية، طلب السؤال يريد النسبة المئوية. لما اليوم قرأنا بالسؤال يريد نسبة مئوية، إذا معنات السؤال مالتنا يخص موضوع النسبة المئوية. يريد النسبة المئوية لمن؟ يريد النسبة المئوية للكربون، ويريد النسبة المئوية للهيدروجين، ويريد النسبة المئوية أيضا للأكسجين. بمركب خلاط الأيزوبنتيل نعرف هذا المركب حاليا بكم عنصر، بكربون وهيدروجين وأكسجين، يريد النسبة المئوية لكل عنصر داخل هذا المركب. تعال عيني طلاب وطالبات، اليوم لما يطلب من يمي نسبة مئوية شلون أحد؟ أدي خطوات. أول خطوة نقوم بحساب الكتلة المولية للمركب. اسمع، لما يريد من يمك نسبة مئوية عندي اليوم خطوات الحل. أول خطوة طلابنا الغالين نحسب الكتلة المولية للمركب. أول خطوة نحسب الكتلة المولية للمركب اللي هو مركب خلاط الأيزوبنتيل، هذا المركب. تعال لما أجي المركب يتكون الآن من 3 عناصر، إذا شو نحسب كتلة مولية؟ أفتح 3 أقواس، قوس زائد قوس زائدا قوس، 3 عناصر. أجي الآن 3 أقواس، القوس الأول للعنصر الأول شو نحسب كتلة مولية؟ عدد ذرات العنصر بالكتلة الذرية، إيش قد عدد الذرات؟ 7، في الكتلة الذرية للعنصر إيش قد؟ 12، زائد الهيدروجين عدد الذرات 14، في الكتلة الذرية للهيدروجين 1، الأكسجين عدد الذرات 2، في الكتلة الذرية للأكسجين 16، 7 × 12، 7 × 2 14، 4 × 1 مليت، 7 × 1 7 × 1 8، إذن 84، زائد 14 × 1 14، زائد 2 × 16 32، ويساوي الآن أجمع ذول الأرقام ثلاثتهم 84 زائد 14 زائد 32، نجمع 4 × 4 8 و2 10، 0 1 بليت. الآن 1 × 8 9 1 10 و3 13، إذن المجموع 130، إذن الناتج 130 غرام على مول. طلابنا الغالين عيني، اليوم عندنا خطوات ثابتة، وهي أول ما تشوف بالسؤال أحسب نسبة مئوية، فأول خطوة تسويها تحسب كتلة مولية للمركب. من المركب هذا المركب حسبت له الآن كتلة مولية بالاعتماد على الكتل الذرية، انتهى. بعد ما حسبنا الآن الكتلة المولية نجي نحسب النسبة المئوية لكل عنصر. يريد نسبة مئوية للكربون، ويريد نسبة مئوية للهيدروجين، ويريد نسبة مئوية للأكسجين. أول واحد النسبة المئوية للكربون، شو تسوي؟ تجي الآن جر خط كسر. تعال عيني، شنو هو اليوم القانون مال النسبة المئوية؟ قانون النسبة المئوية للعنصر يساوي
عدد ذرات العنصر في الكتلة الذرية للعنصر على الكتلة المولية للمركب. تعال الكربون، هذا الكربون بالمركب ايش قد عدد ذراته؟ عدد ذراته 7. في الكتلة الذرية للكربون ايش قد؟ 12. اسمع بالاعتماد على القانون، النسبة المئوية للعنصر تساوي عدد ذرات العنصر داخل المركب ايش قد؟ 7. في الكتلة الذرية للعنصر ايش قد؟ 12 على الكتلة المولية للمركب. شنو عندك بالمقام؟ الكتلة المولية للمركب اللي هي 130. 130، وهذا طبعا كليته الآن مضروبا في 100%، كليته مضروب في 100%. تمام، أول واحد انتهى. النواتج بعدين، حاليا افتهم وياي الفكرة. نجي للهيدروجين، يريد النسبة المئوية للهيدروجين. يريد النسبة المئوية للهيدروجين، شلون أجي أحسب النسبة المئوية للهيدروجين؟ قانون عدد ذرات العنصر، عدد ذرات العنصر داخل المركب ايش قد؟ 14. في الكتلة الذرية للعنصر ايش قد الكتلة الذرية للعنصر؟ 1 مقسوما على الكتلة المولية للمركب اللي حسبناها ايش قد؟ 130. هذا كليته مضروبا في 100%، كليته مضروب في 100%. تمام الامور. انتقل الى اخر واحد وهو الاكسجين، النسبة المئوية للاكسجين. تعال عيني، النسبة المئوية للاكسجين تجي عدد ذرات العنصر، عدد ذرات العنصر داخل المركب ايش قد؟ كم ذرة؟ 2. في الكتلة الذرية للعنصر الاكسجين ايش قد الان الكتلة الذرية مالته؟ 16 مقسوما على الكتلة المولية للمركب ايش قد؟ 130. كليته مضروبا في 100%، مضروبا في 100%. تمام. اذا طلابنا الغالين، باقي لي عمليات رياضية استخرج الناتج. حاليا عوف الناتج والارقام، ركز وياي بالفكرة. انا متأكد حاليا انه انتم كلكم افتهمتوا الفكرة، وهي انه لما يطلب مني من نسبة مئوية بالسؤال شنو الخطوات؟ اول خطوة نقوم بحساب الكتلة المولية للمركب، هذا المركب خلات الايزومتين اجيت حسبت له كتلة مولية. بعدها يريد النسبة المئوية للكربون والهيدروجين والاكسجين، قلت له تمام نسبة مئوية مع الكربون والهيدروجين والاكسجين. تيجي لكل عنصر تطبق القانون، هذا القانون انت كاتبه على الصفحة، كل عنصر تطبق القانون وهو عدد ذرات العنصر في الكتلة الذرية للعنصر على الكتلة المولية للمركب. تعال للكربون اطبق القانون، عدد ذرات العنصر داخل المركب ايش قد؟ 7. في الكتلة الذرية للعنصر 12 مقسوم على الكتلة المولية ايش قد؟ 130 في 100%. انتقل للهيدروجين، الان الهيدروجين عدد ذرات العنصر داخل المركب 14، في الكتلة الذرية ايش قد؟ 1 على الكتلة المولية في 100%. الاكسجين عدد ذرات العنصر 2، في الكتلة الذرية للعنصر 16 على الكتلة المولية 130. الان طلابنا الغالين، اللي باقي لي اكمل عمليات رياضية استخرج ناتج، انتهى الموضوع. إذا الموضوع له كل سهل وبسط. تعال نستخرج الآن النواتج الرياضية، أوضح لك شلون نستخرج النواتج. تعال طلابنا الغالين، أول شيء 7 في 12 84، 84 مقسوما على 130 كليته مضروبا في 100%، كليته مضروب الآن في 100%. تمام الأمور. ويساوي، تعال الآن يساوي، قسم لي 84 على 130 على صفحة. تعال قسم لي 84 تقسيم 130. أقسم 84 كم 130 ما بها؟ 0 بوينت أضيفها 0. 840 كم 130 ما نعرف؟ ضم رقمين برقمين. قول 8 كم واحد بيها؟ 8. 8 في هذا الرقم راح يطلع أكبر من هذا الرقم، يعني 8 ما تفيد، آخذ 7. في هذا الرقم تطلع أكبر من هذا الرقم، يعني 7 ما تفيد، آخذ 6. 6 في 0 0. 6 في 3 18، 8 1 باليد. 6 في 1 6 1 7. هذا الرقم أصغر من هذا، الأمور تمام. أطرح 0 ناقص 0 0، 4 ناقص 8 ما يصير، الداير هذا 7 هذا 14، 14 ناقص 8 ايش قد؟ 6. تعال عيني، الآن عندنا 60 كم 130 ما بيها؟ أتعامل ورا البوينت، عندي 0 مجاني. 600 كم 130 ما نعرف؟ ضم رقمين برقمين. قول 6 كم واحد بيها؟ 6. 6 في هذا الرقم يطلع أكبر، إذا راح ترجع تاخذ 5. 5 في هذا الرقم يطلع أكبر من هذا، إذا 5 ما تفيد، راح تأخذ 4. 4 في 0 0، 4 في 3 12 2 1 باليد، 4 في 1 4 1 5. هذا المقدار أصغر من هذا، الأمور تمام. 600 ناقص 520 يبقى لي الآن 80. تعال عين، 80 كم 130 ما بها؟ أتعامل ورا البوينت، أضيفها 0. أجيت الآن ضف 0. 800 كم 130 ما نعرف؟ ضم رقمين برقمين، 8 كم واحد بها؟ 8. 8 في هذا الرقم يطلع أكبر من 800 ما تفيد، تأخذ 7. 7 في 130 يطلع أكبر من هذا الرقم ما تفيد، تأخذ 6. 6 في 0 0، 6 في 3 18، 8 1 باليد.
6 في 1 6 1 7 هذا الرقم أصغر من هذا الأمور تمام ناتجنا الآن 0.646 ناتج قسمة 84 على 130 هذا الآن الناتج هذا كلية الآن مضروبا في 100% كلية مضروب في 100% الآن شلون نستخرج الناتج عندي رقم ضرب 20 في هذا الرقم وأرجع وأقول لك أنه النموذج أنت لما تقسم تأخذ 3 أرقام بعد الفارزة لما الرقم مضروب في 100 شو تسوي رقم 20 مضروب في 100 تحذف لي ذول الصفرين الفارزة تمشي مرتبتين واضح؟ لا تجي تضرب أرقام ولا دوخة رياضية لما عندك رقم 10 طلابنا الغالين رجاء الانتباه والتركيز وياي باو عيني لما الآن عندك رقم 10 مضروب ب100 شو تسوي؟ صفرين تروح الفارزة تمشي مرتبتين باتجاه اليمين إذا ايش قد راح يصير الناتج راح يصير 64.6% انتهى الآن الحل بالنسبة للفرع الأول الفرع الأول طلابنا الغالين أكملناه انتقل الان وياك الان بالنسبه الى الفرع الثاني تعال عيني اوضح لك الان شلون نستخرج الناتج بشكل مباشر طبعا شوف طلاب وطالبات عيني انا اليوم اقدر اكتب لك النواتج جاهزه انتهى السؤال بدقيقه لكن انا ليش اوضح لك هذه الرياضيات ابويا هذه الرياضيات كل تهيئه للسادس علمي مشكله الطلاب السادس علمي هو هنا طالب لا يعرف يضرب ولا يعرف يجمع ولا يعرف يقسم ولا اي شيء فانا اليوم انا وياك جاي ابني لك اساس صحيح للمرحله القادمه اللي هي المرحله المهمه تعالوا وياي 14 في 1 طلابنا الغالين 14 مقسوما على 130 هذا الان كليته مضروبا في 100% كليته مضروب في 100% تمام يساوي لي تعال عيني على صفحه نقسم 14 على 130 تعال 14 تقسيم 130 14 كم 130 ما بها 0 بوينت ضيف 0 140 كم 130 بها 1 1 في 130 130 140 ناقص 130 10 10 كم 130 ما بيها ورا البوينت اضيفها صفر ما دام جات عامل ورا البوينت عندي صفر مجان ضفته 100 كم 130 ما بيها صفر اضيف صفر لاخ الف كم 130 ما نعرف ضم رقمين منا رقمين منا نقول 10 كم واحد بيها 10 اكبر رقم بالقسمه 9 9 في هذا الرقم يطلع اكبر من الف يعني ما تفيد تاخذ 8 8 في هذا الرقم يطلع اكبر من الف ما تفيد ال 8 اذا تاخذ 7 7 في 0 0 7 في 3 21 7 في 1 7 و 2 9 الامور تمام هذا الرقم اصغر من هذا الرقم الامور صحيحه ثلاث مرات بعد الفارزه اتوقف اذا المقدار مالتنا الان 0.107 القسمه ناتج قسمه 14 على 130 0.107 هذا كليته مضروبا في 100% الان رقم مضروب في 100 انا قلت لك ذول الصفرين يروحون الفارزه تمشي مرتبتين اذا راح يصير الناتج 10.7% انتهى الان حساب النسبه المئويه للعنصر الثاني وهو عنصر الهيدروجين انتقل الان وياك الى اخر واحد وهو حساب النسبه المئويه للاكسجين تعال وياي عيني اوضح لك التفاصيل الرياضيه شلون نستخرج الناتج شوف ابويا عندي 2 في 16 32 مقسومة على 130 مضروب المقدار في 100% المقدار مضروبا في 100% تعال نوضح التفاصيل أقسم 32 على 130 32 تقسيم 130 32 كم 130 ما بها 0 بوينت أضيفها 0 320 كم 130 ما نعرف ضم رقمين برقمين 3 كم واحد بها 3 3 في هذا الرقم يطلع أكبر من هذا معناه 3 ما تفيد إيش قد أخذ 2 2 في 0 0 2 في 3 6 2 في 1 2 0 ناقص 0 0 2 ناقص 6 ما يصير هاي تصير 2 هاي 12 12 ناقص 6 6 2 ناقص 2 0 اذا الان 60 كم 130 ما بها اتعامل ورا البوينت عندي صفر مجاني اضيفه الان 600 كم 130 ما نعرف ضم رقمين برقمين قول 6 كم واحد بها 6 في هذا الرقم يطلع اكبر من 600 تاخذ 5 في هذا الرقم يطلع اكبر من 600 تجي تاخذ 4 4 في 0 0 4 في 3 12 2 1 باليد 4 في 1 4 1 5 تمام 600 ناقص 520 80 80 كم 130 ما بها لكن جات تتعامل ورا البوينت صفر مجاني اذا 800 كم 130 ما نعرف ضم رقمين برقمين 8 كم واحد بها 8 في هذا الرقم تطلع اكبر اذا ما تفيد تاخذ 7 7 في هذا الرقم يطلع اكبر من 800 ما تفيد ال7 تاخذ 6 6 في 0 0 6 في 3 18 8 1 باليد 6 في 1 6 1 7 تمام
ثلاث مراتب بعد الفارزة نتوقف. إذا الناتج مالتنا طلابنا الغاليين 0.246، هذا الآن ناتج قسمة 32 على 130، كليته مضروبا فيه 100%، كله مضروب فيه 100%. أنا إيش علمتك؟ قلت لك إنه لما الرقم 20 مضروب بمية الإصفارة تروح الفارزة تمشي مرتبتين بهذا الشكل. إذا يصير الناتج 24.6%. خلص الآن طلابنا الغاليين اللي جاي ينتهي الحل بالنسبة لهذا السؤال. زين، الآن حسبنا النسبة المئوية للكربون والهيدروجين والأكسجين. طلابنا الغاليين عين، أجمل شيء بموضوع النسبة المئوية لما تكمل حل تقدر تتأكد من الحل مالك صح لو خطأ. شلون؟ اليوم أنا كملت حل، شلون أتأكد الحل مالي صح أو خطأ؟ لازم يكون مجموع النسبة المئوية للعناصر يساوي 100%. أسمع، اليوم إحنا أجمل موضوع بالنسبة المئوية أنه الطالب لما يكمل حل يقدر يتأكد من حله. يعني حالياً أنتوا تقدرون تتأكدون من حلكم، كملنا حل، شلون نعرف حلي صح لو لا؟ لازم يكون مجموع النسب المئوية للعناصر يطلع 100%. يعني ذول الثلاثة الآن، النسبة المئوية مال الكربون، والنسبة المئوية مال الهيدروجين، والنسبة المئوية مال الأكسجين، لما نجمعهم لازم يطلع مجموعهم 100%. خلينا نشوف الآن هل أنه مجموعهم يطلع 100%. تعال، هذول الآن النسب المئوية، النسب المئوية لما تكمل حل شلون تتأكد حلك صح لو لا؟ لازم مجموع النسب المئوية العناصر يطلع 100%. خلينا نشوف، نجمع نشوف. تعال، 6 و6 12 و7 19 9 1 باليد، بوينت ويا البوينت ينزل بوينت، 4 و4 8 1 9، 6 و2 8 1 9. إذا الآن المقدار 99.9، بالتقريب يطلع 100%. واضح؟ إذا الآن الحل مالتنا صحيح 100%. شفت شلون؟ بعد ما نحسب النسب المئوية للعناصر، شلون نتأكد من إنه الحل مالتنا صحيح؟ لازم يكون المجموع مال النسب المئوية يطلع 100%. مو شرط يطلع 100%، يطلع 99.9، 99.8، بالتقريب يصير 100%. إذا طلابنا الغالين، أنا وياك الآن أكملنا الحل بالنسبة لأول سؤال ووضحنا المادة بالتفصيل. طلابنا الغالين، هذا الشرح الآن اللي أنا شرحته إليك بهذا السؤال راح أعيد الآن إليك 3 أو 4 مرات بالأسئلة الجاية، نفس الفكرة تماما أعيد بالأسئلة الجاية، فرجاء الانتباه والتركيز على السؤال التالي. طلاب وطالبات عيني، باعوا لي هذا التمرين اللي هو تمرين 7 وات. شي يقول احسب النسبة المئوية للعناصر الموجودة في حامض الخليك، المركب حامض الخليك هو CH3COOH، علما ان الكتل الذرية. تعال عيني طلابنا الغالي، شي يريد من يمك؟ يريد النسبة المئوية. تمام، يريد النسبة المئوية لمن؟ يريد النسبة المئوية للعناصر، الكل العناصر الموجودة في حامض الخليك. تعال، لما يطلب من يمي نسبة مئوية، شلون نحسب نسبة مئوية؟ اول خطوة نقوم بحساب الكتلة المولية للمركب. أول خطوة نحسب كتلة مولية للمركب. تعال، الكتلة المولية للمركب، منو المركب؟ المركب هو حامض الخليك. هذا حامض الخليك أقدر أبسط الصيغة الكيميائية مالته، شوف كم ذرة كربون، 1 و1 2 C2. الهيدروجين كم ذرة هيدروجين؟ هنا 3 وهنا 1 4. الأكسجين ذرة وذرة ذرتين، إذن O2. يعني هذه الصيغة الكيميائية هي نفسها هذه الصيغة الكيميائية. لما اليوم انا عندي هذه الصيغه الكيميائيه اجيت سويت بسطتها على تكون اسهل وابسط، باوعت الكربون 1 و1 2 C2، الهيدروجين 3 و1 4، الاكسجين 2. تمام، تعال وياي الان، اجي كم عنصر عندي؟ كربون هيدروجين اكسجين. اجي الان ثلاث اقواس، قوس اول زائد قوس ثاني زائد قوس ثالث، باوع ابوي. اول عنصر عدد ذرات 2، في الكتله الذريه للكربون 12. تعال الهيدروجين كم ذره؟ 4. في الكتلة الذرية للهيدروجين 1، الأكسجين كم ذرة؟ 2. في الكتلة الذرية للأكسجين إيش قد؟ 16. تمام، هذه الصيغة طبعا مو شرط اللي تكتبها، هذه توضيح فقط. تعال الآن 2 في 12 24، زائد 4 في 1 4، زائد 2 في 16 32. نستخرج ناتج الجمع، 24 زائد 4 زائد 32. تعال نجمع عيني، 4 و4 8 و2 10، 0 1 باليد، 1 و2 3 و3 6. إذن المجموع 60 كتلة مولية، وحدتها غرام على مول. إذن أول خطوة طلابنا الغاليين أكملناها. اليوم لما يطلب من يمي حساب النسبة المئوية، فإحنا أول خطوة بحل أسئلة النسبة المئوية هو حساب الكتلة المولية للمركب. هذا المركب حافظ خليك، حسبت له كتلة مولية. تعال، يريد النسبة المئوية لكل العناصر، منه العناصر كربون وهيدروجين وأكسجين. إذا النسبة المئوية للكربون، نسبة مئوية للهيدروجين، نسبة مئوية للأكسجين.
تعال عيني واحد واحد نجي الآن نطبق عليه القانون على صفحة. طبعا احنا على صفحة كاتبين القانون مال النسبة المئوية، انه النسبة المئوية للعنصر تساوي عدد ذرات العنصر في الكتلة الذرية للعنصر على الكتلة المولية للمركب في 100%. تعال الكربون، هذا الكربون داخل المركب، احنا مو قلنا الصيغة الثانية مال المركب هو C2H4O2 على مود يكون ابسط واسهل. هذا صيغة الكربون كم ذرة؟ 1 و1 2، ال H 3 و1 4، الاكسجين 2. اذا عدد ذرات الكربون ايش قد؟ 2. في الكتلة الذرية للكربون ايش قد؟ 12. على الكتلة المولية للمركب اللي حسبناها ايش قد؟ 60. كليته الان هذا كليته مضروبا في 100%، كليته مضروبا في 100%. النسبة المئوية للهيدروجين، عدد ذرات الهيدروجين داخل المركب 4، في الكتلة الذرية للهيدروجين 1، على الكتلة المولية 60. هذا كليته الان مضروبا في 100%. طبعا حاليا الان بجي اوضح الفكره، الرياضيات بعدين نسولف عن الرياضيات. تعال نسبه مئويه الان للاكسجين، النسبه المئويه للاكسجين تساوي لي، تعال عيني، عدد ذرات الاكسجين داخل المركب 2، في الكتله الذريه للاكسجين ايش قد؟ 16، على الكتله الموليه ايش قد؟ 60. كليته مضروبا في 100%، كليته مضروبا في 100%. تمام الامور. اذا طلابنا الغالين عيني، الان مجرد انه الان عندي رياضيات استخرج ناتج انتهى الموضوع. طلاب طالبات عيني اللي جاي انتهت فكره حل السؤال. لما يطلب من يمك نسبه مئويه، ايش اسوي لما يطلب نسبه مئويه؟ اول خطوه نقوم بحساب الكتله الموليه للمركب، بعده اجي احسب نسبه مئويه لكل عنصر اطبق هذا القانون. اللي يبقى لنا الان رياضيات ونجي نستخرج الناتج. تعال شوف عيني وياي، تعال 2 في 12 24 على 60، 24 مقسوما على 60 في 100%، في 100%. 4 في 1 4 مقسوما على 60، كليته الان مضروبه عندي في 100%. تمام. اجي الان هنا خط كسر، تعال شوف 2 في 16 32 على 60 مضروبا في 100%. تمام. 24 تقسيم 60، تعال على صفحة 24 تقسيم 60، 24 كم 60؟ ما بها، لأنه ال 24 أصغر من 60، إذا صفر ما نضيف صفر. 240 كم 60؟ بها 4، والدليل ضم رقم برقم، قول 24 كم 6؟ بها 4. 4 في 60 240، إذا الآن صفر الناتج، انتهت القسمة. إذا المقدار مالي 0.4 مضروبا في 100%، 0.4 مضروبا في 100%، 0.4 في 400. شلون تستخرج الناتج؟ اسمعني، تاخذ الارقام بدون بوينتات وتقول 4 في 100 ايش قد؟ 400. تعال رجع البوينتات، كم مرتبه الفارزه؟ وحده، تمشي منها مرتبه تخلي بوينت، ورا البوينت صفر يهمل يروح. اذا الناتج 40%. طلابنا الغالي لما الان عندك ضرب رقم 20 في 100، شو تسوي؟ الان رقم 20 في عدد صحيح، تاخذ الارقام بدون بوينتات وبعدين ترجع البوينت، 4 في 100 400، رجعت البوينت مرتبه بعد الفارزه، مشيت مرتبه بوينت، ورا البوينت صفر يروح. او ممكن تتبع قاعده ثانيه، قاعده شو تقول؟ تقول مرتبه بعد الفارزه يروح ويا صفر. اكو قاعده بالرياضيات تقول كل مرتبه بعد الفارزه بعمليه الضرب يروح ويا صفر. يعني لما عندك ضرب رقم 20 برقم صحيح بيصفاره، مرتبه بعد الفارزه تروح الفارزه يروح ويا صفر، 4 في 10 40%. تعال هنا الآن عندي 4 تقسيم 60، تعال 4 تقسيم 60 نقسم على صفحة، 4 تقسيم 60، 4 كم 60؟ ما بيها صفر، بوينت أضيفها صفر. 40 كم 60؟ ما بيها صفر، أضيف صفر. 400 كم 60؟ بيها 6، في 60 360، أطرح يبقى الآن 40. 40 كم 60؟ ما بيها، أتعامل ورا البوينت عندي صفر مجاني. 400 كم 60؟ بيها 6، 6 في 60 360، بهذا الشكل. تمام. اذا الناتج مالتنا طلابنا الغاليين 0.066، هذا الرقم الان مضروبا في 100% ويساوي. تعال عيني، عندك طريقتين لضرب الارقام، تريد تضرب 66 في 100 وبعدين ترجع بوينتات، اذا تريد تقول تاخذ الارقام بدون بوينتات وتقول 66 في 100، 66 في 100 الاصفاره تنزل، 66 في 1 66. بهذا الشكل اخذت الارقام بدون بوينتات، بدون بوينتات هذا ايش قد؟ 66 في 100 اصفاره نزلت، 66 في 1 66. اجي ارجع البوينتات، كم مرتبه الفارزه؟ 3، تمشي 1 2 3 تخلي بوينت، ورا البوينت بالاخير اصفاره، ذولا تهمل.
هذا الآن بالمية، هذا الآن الناتج مالته. تريد تستخرج الناتج بهاي الطريقة، أو إذا تريد شو تقول؟ تقول أنا الصفرين تروح الفارزة تمشي مرتبتين، واضح؟ إذا تريد تقول هنا، إذا تريد تقول صفرين تروح فارزة تمشي مرتبتين، هم راح يصير 6.6%، حالتي صح. تعال هنا أنا عيني، 32 تقسيم 60 يساوي 32 تقسيم 60، نستخرج ناتج على صفحة 32 تقسيم 60. 32 كم 60 ما بيها 0 بوينت أضيفها 0. 320 كم 60 ما نعرف، ضم رقم برقم، قول 32 كم 6 بيها 5، 5 في 60 300. الآن 320 ناقص 320، 20 كم 60 ما بيها، تتعامل ورد بوينت عندك 0 مجاني. الآن 200 كم 60 ما نعرف، ضم رقم برقم، 20 كم 6 بيها 3 في 60 180، يبقى للآن 20. 20 كم 60 ما بيها، أتعامل ورد بوينت أضيفها 0، 200 كم 60 بيها 3 في 60 180، وهكذا ثلاث مرات بنتوقف. إذا الناتج مالتنا هو 0.533 مضروبا الآن في 100 مضروبا في 100. تعال عيني، عندك قلت لك أكثر من طريقة للرياضيات، تريد تضرب الأرقام وبعدين ترجع الفارزة، أو تقول صفرين تروح الفارزة تمشي مرتبتين، فالناتج مالي هو 53.3%. خلص إذا طلابنا الغالي، هذا الآن هو الحل مالتنا. زين الآن طلابنا الغالين، أنا وياك أكملنا الحل، بعد ما أكملنا الحل أريد نتأكد من الحل مالتنا صح لو لا. شو نتأكد الحل صح لو لا؟ لازم يكون مجموع النسب المئوية للعناصر المكونة للمركب تساوي 100%. أجمع هاي النسب المئوية لازم يطلع لي 100%. تعال نجمع، أول رقم هو 40%، الرقم الآخر 6.6%، الرقم الآخر 53.3%. هذول الآن تعال شو نجمع الأرقام؟ أول شيء شوف، هذول عندهم بوينتات، فهذا ضيف له بوينت، مرتبة بعد فرزة ضيف له صفر، على مود تقدر الآن تجمع. نجي الآن نجمعهم ونشوف الناتج شنو راح يطلع. تعال 0 و 6 6 و 3 9 بوينت، هنا أنا عندك 0 و 6 6 و 3 9، 4 و 5 9 99.9، بالتقريب 100. إذن الآن مجموع النسب المئوية للعناصر المكونة للمركب 100%. إذن طلابنا الغالين، الحل مالتنا صحيح بالنسبة لهذا السؤال، واللي جاي انتهى الحل بالنسبة لهذا السؤال، ووضحنا المادة الآن بالتفصيل. طلاب وطالبات عين، نتكلم الآن عن مثال وهو مثال 13-1، رجاء الانتباه لأنه هذا المثال هو عبارة عن سؤالين وسؤال واحد. شوف السؤال عبارة عن سؤالين أو طلبين. الطلب الأول يقول ما النسبة المئوية للعناصر، يريد نسبة مئوية للعناصر الموجودة في حمض الأوكساليك، هذا الطلب الأول. وأكو طلب ثاني يريد النسبة المئوية لماء التبلور بهذا المركب. ما علي حاليا بالطلب الثاني، إلى علاقة بالطلب الأول. الطلب الأول شو يريد من طلابنا الغالين؟ بالطلب الأول يريد نسبة مئوية للعناصر الموجودة في حمض الأوكساليك. تمام، نجي الآن شلون نحسب نسبة مئوية؟ عندي خطوات. أول خطوة نقوم بحساب الكتلة المولية للمركب، أول خطوة نحسب الكتلة المولية للمركب اللي هو حامض الأوكساليك، كتلة مولية للمركب اللي هو حامض الأوكساليك. تعال نجي، أول عنصر عدد ذرات 2 في الكتلة الذرية الآن للهيدروجين 1 زائد، تجي العنصر الثاني عدد ذرات العنصر 2 في الكتلة الذرية للعنصر 12 زائد، العنصر الثالث عدد ذرات العنصر 4 في الكتلة الذرية للعنصر شقد؟ 16. تمام الأمور. الآن يساوي 2 في 1 2 زائد 24 زائد 4 في 16 64. نجمع على صفحة 2 زائد 24 زائد 64. تعال نجمع 8 و 2 10، هنا 8 و 1 9، إذن المجموع 90، هذه الكتلة المولية 90 غرام على مول. تمام، أول خطوة أكملناها وهو حساب الكتلة المولية للمركب. نجي للنسب المئوية، النسبة المئوية للهيدروجين يساوي، تعال عيني، بناء على قانون النسبة المئوية، هذا قانون النسبة المئوية، لما نحسب نسبة مئوية كل عنصر تجي عدد ذرات العنصر في الكتلة الذرية العنصر على الكتلة المولية للمركب في 100%. تعال أبويا باو، نتكلم الآن على الهيدروجين، عدد ذرات الهيدروجين 2 في الكتلة الذرية للهيدروجين شقد؟ 1 على الكتلة المولية للمركب 90. هذا الآن كلية طلابنا الغالين مضروبا في 100%، كلية مضروب في 100%. تمام، انتهى أول واحد، انتقل أنا وياك الآن بالنسبة إلى ثاني واحد. تعال، عدد ذرات العنصر الكربون عدد ذرات 2 في الكتلة الذرية للكربون شقد؟ 12
على الكتلة المالية المركب 90 كلية مضروبا في 100%، كل مضروب في 100%. تعال النسبة المئوية للأكسجين تساوي عدد ذرات العنصر داخل المركب 4 في الكتلة الذرية للأكسجين ايش قد؟ 16 على الكتلة المول المركب 90 مضروبة في 100%. تمام. اذا طلابنا الغالي عيني، انا وياك جاي نوضح هاي التفاصيل كليتها. تعال ويساوي يساوي يساوي كفكرة كيميائية انتهت، الباقي فقط رياضيات استخرج الناتج. الان عندك 2 في 1 2 على 90 مضروبا في 100% مضروبا في 100%. اجي الان هنا 2 في 12 24 على 90 مضروبا في 100%. تعال هنا 4 في 16 64 على 90 مضروبا في 100%. تمام. قسمت 2 على 90 0.022، 24 على 90 0.266، 64 على 90 0.711 وكلها مضروب في 100%. تعال عيني نستخرج النواتج النهائية. طلابنا الغالين عيني، رقم 20 مضروب في 100، صفرين تروح فارزة تمشي مرتبتين، فالناتج 2.2%. تمام الأمور. انتقل إلى ثاني واحد، رقم 20 مضروب في 100، صفرين تروح فارزة تمشي مرتبتين، راح يصير الآن 26.6%. تمام. أجل الرقم الثالث، صفرين تروح فارزة تمشي مرتبتين، إذن المقدار هو 71.1%. تمام طلابنا الغالين. الآن لو نجي نتأكد من الحل مالتنا، نحسب النسبة المئوية للعناصر يطلع 100%، فالحل مالتنا الآن صحيح 100%. اللي جاي طلابنا الغالين، انتهى الحل بالنسبة للقسم الأول من السؤال، وهو حساب النسبة المئوية للعناصر الموجودة في حامض الأوكزالي. تمام. الطلب الثاني يريد نسبة مئوية لماء التبلور بهذا المركب. الطلب الثاني، الآن الطلب الأول أكملناه، الآن راح أمسح الصبورة وأنتقل للطلب الثاني. فرجاء طلابنا الغالين خليك منتبه ومركز وياي كل زين، راح أمسح الصبورة وأنتقل للطلب الثاني. طلابنا الغالين بالطلب الثاني شي يريد النسبة المئوية لماء التبلور، يريد نسبة مئوية مال المي، المي H2O. طلابنا الغالين عيني، لما اليوم يريد النسبة المئوية لماء التبلور، يريد نسبة مئوية للمي بهذا المركب، شلون نحسب نسبة مئوية للمي بهذا المركب؟ تعالوا يعني أول خطوة نقوم بحساب الكتلة المولية للمركب. تعال هذا الآن المركب، نجي نحسب له الآن كتلة مولية. أجل أول عنصر عدد ذرات 2 في الكتلة الذرية للعنصر الهيدروجين يجد 1 زائد. أجل ثاني عنصر الكربون عدد ذرات 2 في الكتلة الذرية مال الكربون يجد 12 زائد. تعال وياي العنصر الثالث الأكسجين عدد ذراته 4 في الكتلة الذرية للأكسجين 16. تمام زائد. تعال نجي للمي، هذا الاثنين ينزل بالوسط متعلمين بالكتلة المولية، لما أخذ موضوع الكتلة المولية هذا الاثنين اللي بنص المركب ينزل هنا، تفتح قوس كبير ورا ال H عندك 2 في عدد ذرات ال H جد 1 زائد الأكسجين عدد ذراته كم ذرة؟ 1 في الكتلة الذرية للأكسجين 16. هذا الكلام طلاب كليته، طلابنا الغالين هذا الكلام كليته احنا شارحينه بالتفصيل. وين شارحينه بالتفصيل؟ لما اخذنا موضوع الكتلة المولية شلون نتعامل ويا هذا الرقم اللي يكون بالنص، هذا الرقم اللي يكون بالنص ينزل وورا، تفتح قوس كبير وتتعامل تعامل طبيعي. طلابنا الغالين عيني، مجموع ذول كليتهم يطلع 126 غرام على مول. اذا الان اول خطوة حسبنا الكتلة المولية. تعال عيني بعد ما حسبنا الآن الكتلة المولية، الآن شو يريد؟ هل إنه يريد النسبة المئوية لذول العناصر كلهم؟ لا، يريد نسبة مئوية لماء التبلور. تعال يريد ميمي نسبة مئوية لماء التبلور. النسبة المئوية الآن للمي H2O تساوي لي، تعالوا يا عيني كليتنا نعرف بالمقام الكتلة المولية للمركب 126، هذا المقدار كليته الآن مضروبا في 100%. تمام. شوف عين الطلاب والطالبات، الآن هذا جزيئة، انتبه هذا جزيئة وليس عنصر، وليس عنصر. أول شيء الآن المي، هذا الآن المي احنا بالكتلة المولية مو عدد الذرات مضروب بالكتلة الذرية، فالآن عندك هذا المي جزيئة، كم جزيئة مي؟ 2 اللي هم ذول. فالمي نصيحة شو تسوي؟ هذا المي كلي تجيبه منه وتنزله هنا، هذا تنزله هنا، يعني الأفضل إليك 2 في 2 في 1 2 زائد 1 في 16 16. طلاب عيني انتبه، هذا المي جزيئة وليس عنصر، انت لما جزيئة الافضل تجيبه منه وتنزله هنا. ليش؟ اول شيء الان هذا المي H2O
كم جزيئة بالمركب 2 نزلت 2 تعال للهيدروجين، عدد الذرات 2 في الكتلة الذرية 1 زائد الأكسجين 1 في 16، فهذا جبت نزلت هنا، انتهى الموضوع مالتنا. إذن النسبة المئوية الآن لـ H2O طلابنا الغالين يساوي لي، تعال عيني الآن عندك هنا 2 زائد 16 18 في 2 36 مقسوما على 126، هذا كليته الآن مضروبا في 100%، هذا كليته مضروبا في 100% ويساوي لي الآن طلابنا الغالين 36 تقسيم 126 يطلع لي 0.285 كليته مضروبا في 100%، أحذف صفرين فارز تمشي مرتبتين، إذا الناتج النهائي مالتنا طلابنا الغالين 28.5%، خلاص اللي جاي انتهى الحل، حسبنا النسبة المئوية لماء التبلور داخل هذا المركب، تمام. إذا طلابنا وطالباتنا الغالين عيني أنا وياك الآن اللي جاي أكملنا النسبة المئوية وطريقة حساب النسبة المئوية، بس أريد الانتباه والتركيز رجعاً، أريد الانتباه والتركيز رجعاً. شوف طلابنا الغالين الآن تعلمنا شلون نحسب النسبة المئوية للعناصر في المركبات وأخذنا 3 أو 4 أسئلة على هذا الموضوع وأكملناه بشكل كامل. الآن عندنا قانون آخر مشابه للنسبة المئوية نحسب به كتلة العنصر. اسمع، هذا القانون علمنا نحسب النسبة المئوية للعنصر داخل المركب. الآن عندنا قانون آخر، هذا القانون يخليني أعرف كتلة العنصر داخل هذا المركب. يعني عندي مركب، هذا المركب الوزن مالي كيلو وين، هذا العنصر ايش قد وزنه من هاي الكيلو وين؟ فرضا الان عندك كيلو وين ملح، NaCl هذا ملح، ملح الطعام العادي، عندك كيلو وين ملح، هذا الكيلو وين ملح ايش قد الكتله مال الصوديوم وايش قد الكتله مال الكلور. فاذا الان راح نتعلم حساب كتله العنصر. اسمع، كتله العنصر نفس القانون مال النسبه المئويه بالضبط، ايضا بالمقام كتله موليه المركب، كتله موليه المركب، عدد ذرات عنصر، عدد ذرات عنصر في الكتله الذريه، كتله ذريه نفس النسبه المئويه تماما، لكن بالنسبة المئوية نضرب في 100%، هنا نضرب في كتلة النموذج، واضح؟ اسمع، اليوم تعلمنا شلون نحسب نسبة مئوية، الآن نتعلم شلون نحسب كتلة العنصر داخل المركب، شلون نفس النسبة المئوية بالضبط، لكن بالنسبة المئوية نضرب في 100%، هنا نضرب في كتلة النموذج. تعال نشوف سؤال نفتهم به الفكرة كليتها. طلابنا الغالين باوع لي هذا المثال، مثال 14-1 يقول احسب كتلة الكالسيوم، انتبه مطلوب السؤال شنو؟ يقول احسب كتلة الكالسيوم الموجودة في 20 غرام من فوسفات الكالسيوم. إذا الآن طلابنا الغالين عندك الآن هذا مركب، هذا الآن المركب اللي احنا نقول عليه نموذج، هذا المركب شو نقول عليه؟ نقول عليه نموذج. اسمع، هذا الآن المركب يحتوي على كالسيوم وفوسفور وأكسجين، شو يريد؟ يريد الكتلة مال الكالسيوم داخل هذا المركب. تعال أول خطوة الآن شلون النسبة المئوية بالضبط، لما يريد عندك كتلة عنصر داخل مركب نفس لما يريد نسبة مئوية لعنصر داخل المركب. أول خطوة نحسب الكتلة المولية للمركب. تعال أجي الآن لحساب الكتلة المولية، عندك الكالسيوم كم ذرة؟ 3، في الكتلة الذرية الكالسيوم 40، هذا انتهى، زائد شوف هذا الآن PO4/2، يعني هذا PO4 كليته مضروب في 2، إذن 2 أفتح الآن قوس كبير، تعال الفسفور كم ذرة؟ 1، إذن 1 في الكتلة الذرية للفسفور 31 زائد الأكسجين 4، 4 ذرات في الكتلة الذرية للأكسجين ايش قد؟ 16 الآن بهذا الشكل. إذا لما عندك PO4/2 معناته PO4 هذول كلهم مضروبين في 2، فهذا يصير 2 وافتح وراء قوس كبير. الناتج مالتنا طلابنا الغالين هو 310 غرام على مول، تمام، حسبنا كتلة مولية. بعد ما حسبنا الكتلة المولية نجي الآن نحسب كتلة العنصر داخل المركب. شلون اليوم أحسب كتلة مال العنصر داخل المركب؟ قانون، كتلة العنصر تساوي عدد ذرات العنصر في الكتلة الذرية للعنصر على الكتلة المولية للمركب في كتلة النموذج. تعال عدد ذرات العنصر ايش قد؟ 3 في الكتلة الذرية للعنصر ايش قد؟ 40 مقسوم على الكتلة المولية للمركب 310 في كتلة النموذج، هذا الآن النموذج ايش قد الكتلة مالته؟ 20، هذا الآن 20. كتلة الكالسيوم الآن طلابنا الغالين يساوي للناتج 7.74 غرام، انتهى. بكل بساطة شلون تعاملت ويا الرياضيات؟ صفر اختصر ويا الصفر، 3 في 4، شوف شلون تعاملت ويا الرياضيات بكل بساطة، اجيت قلت 3 في 4 12، هذه ال 12 مضروبة في 20 كله مقسوم على 31 ويساوي لي خط كسر باو صفر ينزل 2 في 12 24 على 31، قسمت 240 على 31 طلع لي 7.74 غرام.
إذا طلابنا الغالين عين لما يطلب من يمك حساب كتلة لعنصر داخل مركب سيكون الحل بهذا الشكل فتشي كلش بسيط وسهل. تمام، إذا اللي جاء طلابنا الغالين انتهى الحل بالنسبة لهذا السؤال. انتقل وياك الآن إلى سؤال آخر. تعال وياي عين طلابنا الغالين باوع لهذا السؤال. مثال 15 واحد يقول 10 غرام من بلورات كبريتات النحاس الثنائي. طلابنا الغالين عندك الآن هذا المركب اللي هو كبريتات النحاس الثنائي، هذا نقول عليه نموذج، هذا الآن نموذج، هذا النموذج مطيك الكتلة مالته 10 غرام. يقول احسب كتلة النحاس الموجودة في النموذج ثم اوجد كتلة الماء اللي هو ماء التبلور في النموذج. اذا طلابنا الغالين ما يريد من يمك نسبة مئوية، شي يريد؟ يريد حساب كتلة. يقول احسب كتلة النحاس الموجودة بالنموذج. تعال عين. اول خطوة لما يريد من يمك نسبة مئوية لعنصر داخل المركب، انتبه طلاب طالبات، لما يريد نسبة مئوية لعنصر داخل المركب او لما يريد من يمي كتلة لعنصر داخل المركب، شو اسوي؟ اول خطوة نحسب الكتلة المولية للمركب. تعال، الكتلة المولية لمحلول كبريتات النحاس الثنائي المائي هذا الان. تعال، اول واحد عندك النحاس عدد ذراته 1 في الكتلة الذرية مال النحاس 64 زائد، تعال عين، الكبريت كم ذرة؟ وحدة، في الكتلة الذرية للكبريت 32 زائد، تعال عندك الآن أكسجين كم ذرة؟ 4 في الكتلة الذرية للأكسجين ايش قد؟ 16 تمام، زائد زائد أجي هنا أنا عندي 5، هاي الخمسة تنزل كما هي، أفتح قوس كبير الـ H 2 في 1 زائد الأكسجين 1 في 16 تمام الأمور. إذن طلابنا الغالين أكملنا هذا الكلام، الناتج 250 ناتج الجمع والضرب، كتلة مولية غرام على مول. أول خطوة أكملناها وهي حساب الكتلة المولية للمركب. نجي أريد من يمي كتلة النحاس، شلون اليوم أنا وياكم طلابنا الغالين نحسب كتلة النحاس؟ قانون، القانون يقول عدد ذرات العنصر، الآن عندك هنا العنصر إيش قد عدد ذرات داخل المركب؟ ذرة واحدة، في الكتلة الذرية للعنصر إيش قد؟ 64 على الكتلة المولية للمركب إيش قد؟ 250 مضروبة في كتلة النموذج، هذا الآن عندك النموذج إيش قد؟ 10. جاي أعوض بالاعتماد على هذا القانون، عدد ذرات العنصر في الكتلة الذرية على الكتلة المولية للمركب في كتلة النموذج، الناتج مالتنا 2.56 غرام. الآن عندنا انتهى الفرع الأول، نجي للقسم الثاني، يريد الكتلة مال ماء التبلور. تمام، تعال وياي، يساوي خط كسر، يساوي خط كسر، باو عين طلابنا الغالي. الآن عندك المي، المي داخل المركب، هذا المي، هذا الآن المي داخل المركب كم جزيئة؟ 5. انت شو تسوي؟ هذا المي كلي تجيبه من هنا وعوضه، 5 هنا عندك 2 في 1 2 زائد 1 في 16 16. لما يريد مي شو تسوي؟ المي هذا اللي موجود هنا من هنا كلي اجيبه وعوضه، مقسوم على كتلة المركب مقسوم على الكتلة المولية المركب 250 مضروبا في كتلة النموذج، هذا النموذج ايش قد الكتلة مالته؟ 10 ويساوي 3.6 غرام. طلابنا الغالين عين، الآن أنا وياك ننتقل إلى آخر سؤال محاضرتنا لهذا اليوم، نشرح هذا السؤال ويتم إكمال محاضرة اليوم بشكل كامل، وهذا السؤال طلابنا الغالين هو إعادة 100% لهذا السؤال، نفس هذا السؤال تماماً راح نعيده الآن هنا، تعال بقى وياي. يقول السؤال احسب كتلة الصوديوم وكتلة الماء، المطلوب كتلة الصوديوم وكتلة الماء الموجودة في 25 غرام من كربونات الصوديوم المائية. شوف شباب، عندك هذا المركب اللي هو كربونات الصوديوم، هذا يعتبر نموذج، وهذا النموذج مطيك الكتلة مالته 25 غرام، يريد كتلة الصوديوم وكتلة المي الموجودة بهذا المركب. أول خطوة لما يريد من يم اليوم كتلة، لما يريد من يم كتلة، أول خطوة نسويها نحسب الكتلة المولية بالنسبة للمركب. تعال، صوديوم كم ذرة؟ 2 في الكتلة الذرية للصوديوم 23 زائد الكربون كم ذرة؟ 1 في الكتلة الذرية للكربون 12 زائد، تعال الأكسجين كم ذرة؟ 3 في الكتلة الذرية للأكسجين 16 زائد، تعال للمي، العشرة تنزل، أفتح قوس كبير 2 في 1 زائد 1 في 16 تمام الأمور. إذن الآن طلابنا الغالين إجينا وضحنا هاي التفاصيل، الناتج يساوي 286 غرام على مول. إذن طلابنا الغالين أول شيء أكملناه وهو حساب الكتلة المولية. الآن شو يريد؟ يريد أول شيء كتلة الصوديوم. تعال، الكتلة مال الصوديوم شنو تساوي؟ أجي بالنسبة للقانون، كتلة العنصر تساوي خط كسر عدد ذرات العنصر داخل المركب إيش قد؟ 2 في الكتلة الذرية للعنصر إيش قد؟ 23 على كتلة المركب إيش قد؟ كتلة المركب 286 ك
كليته مضروبا في كتلة النموذج، هذا النموذج قد كتلته؟ كتلته 25 ويساوي انتهى. اجي الان بالنسبة لماء التبلور، لان يريد الكتلة ايضا مال ماء التبلور، يساوي لي تعال عين خط كسر، الان خط كسر بعض، تعال المي، هذا المي داخل المركب، انت شو تسوي؟ هذا كليته من هنا نجيبه عوضه، 10 هنا انا عندي 2 في 1 2 زائد 16 في 1 16 مقسوم على كتلة المركب 286 مضروبا في كتلة النموذج اللي هي جد اللي هي 25 ويساوي. عمليات رياضية بسيطة استخرج النواتج اللي جاية. يا طلاب وطالبات انتهى الحل بالنسبة لهذا السؤال، وأنا وياكم الآن اللي جاي نصل لختام محاضرتنا لهذا اليوم. أتمنى أنه ما قصرت وياكم بالشرح أبدا طلابنا الغالين، باقي لنا محاضرتين ويتم إكمال الفصل الأول بشكل كامل. انتظرون بالمحاضرات القادمة، ولذلك الوقت دمتم في أمان الله ومع ألف سلامة.